نستمتع جميعاً بلون أوراق الأشجار في فصل الخريف، وما أن يبدأ لون الأشجار في التغير إلا ويبدأ مع الألوان الجديدة مفاجأتنا وبهجتنا بجمال درجاتها وألوانها الجديدة وتشكيلاتها الرائعة. لكن هل تساءلت عزيزي المشاهد عن السبب في تغير لون أوراق الأشجار في فصل الخريف؟ وهل تساءلت أيضاً من أين تنشأ درجات هذه الألوان الرائعة الزاهية من اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر أحياناً؟ أقدم إلى حضراتكم من خلال هذا الفيديو من قناتي كل جديد حول العالم التفسير العلمي لتغير لون أوراق الأشجار خلال فصل الخريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتمثل أوراق الأشجار مصانع الطعام بالنسبة للطبيعة، فالنباتات تمتص الماء من الأرض بواسطة جذورها، وكذلك تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو، ثم تستخدم ضوء الشمس لتحويل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين وجلوكوز. الأكسجين هو الغاز المتواجد في الهواء الذي نحتاجه للتنفس كبشر، أما الجلوكوز فهو نوع من أشكال سكر النباتات، وتستخدم الأوراق هذا الجلوكوز كغذاء للحصول على الطاقة وكلبنة أساسية للنمو. بتسمى عملية تحويل الماء وثاني أكسيد الكربون التي تقوم بها النباتات إلى أكسجين وسكر عملية التركيب الضوئي، وهذا يعني بعبارة أخرى الاندماج مع الضوء. وهناك مادة كيميائية تدعى الكلوروفيل أو اليخضور كما يسميها البعض، لها دور أساسي في حدوث عملية التركيب الضوئي. فالكلوروفيل هو الذي يعطي النباتات لونها الأخضر الذي تصطبغ فيه أثناء فصلي الربيع والصيف. استعدادات فصل الخريف لفصل الشتاء. حينما يسدل فصل الصيف ستارته يطل علينا فصل الخريف، الأيام تصبح أكثر وأكثر، وهذا ما يجعل النباتات تدرك أن الوقت قد حان للاستعداد لقدوم فصل الشتاء. وبالطبع لا تكون هناك كميات كافية من الضوء والماء خلال فصل الشتاء لعملية التركيب الضوئي، وبالتالي فإن الأشجار سوف تأخذ قسطا من الراحة وتعيش على الطعام الذي خزنته خلال فصل الصيف. إنها تغلق أبواب مصانع الطعام الخاصة بها، فيختفي الكلوروفيل كنتيجة لذلك من الأوراق، بينما يختفي لون الكلوروفيل الأخضر الفاقع تدريجيا، يبدأ اللونان الأصفر والبرتقالي في الزهور. هذين الأخيرين أي الأصفر والبرتقالي يكونان دائمي التواجد في الأوراق بكميات ضئيلة، ولكننا لا نراهما خلال الصيف بحيث يطغى عليهما اللون الأخضر. أما بخصوص الألوان الحمراء والبنفسجية التي نراها في بعض الأوراق فهي وليدة في فصل الخريف في مجملها، وفي بعض الأشجار يعلق الجلوكوز في الأوراق بعد توقف عملية التركيب الضوئي، فتتسبب أشعة الشمس الخريفية ولياليه الباردة في جعل الأوراق تحول الجلوكوز إلى اللون الأحمر، بينما ينشأ لون الأشجار البني مثل شجرة البلوط عن النفايات المتبقية في الأوراق. إن تواجد كل هذه العوامل المجتمعة هو ما يجعل ألوان أوراق الشجر الخريفية بهذا الجمال الذي نستمتع به كل عام. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن لماذا يتغير لون أوراق الأشجار في فصل الخريف. أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.